في جديد الوضعية الوبائية بالمغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2344 حالة شفاء و33 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كوفيد 19 اليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 82197 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 64194 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1524 حالة وفاة.